يعني تعترفين ان انت شاركتي في تبديل الادويه؟ انا ضحيه. انا عمري ما دشيت مخافر ولا محاكم ولا عمري ضريت احد. بالعكس انا تأذيت وعانيت والدنيا صفعتني لين قالت بس. عشان كذي قاعد اقول لك انا بريئه. اخت ساره، انت وجاسم لوين كنتوا توصلون؟ أنا أساساً راضية بأي حكم يحكم عليه القضاء، لأن أصلاً ما في شيء إني أخسره، كل شيء راح. يعني ما راح تتكلمين بوضوح؟ لو سمحتي جاوبيني على قد السؤال.